جهاز يارم بالمناسبة هو ثمرة الاتفاقية المنضاة في شهر فبراير الفارط بين مؤسسة المواطنة سوناتراك وولاية سكيكدا ممثلة في مديرية الصحة فيما يتعلق بعملية التركيب. جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي الجديد تنطلق عملية تركيبه ابتداء من يعني يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 وتستمر العملية من شهر كما قلت إلى شهرين إلى غاية الانتهاء من التركيب والتجارب التقنية وتكوين أيضا فرق الصيانة، حيث من المفترض أن ينطلق في العمل قبل نهاية السنة الجارية. ذكر فإن سكان ولاية سكيكدا سيستفيدون بدون شك من تصوير بالرنين المغناطيسي يارام، ولأول مرة في مؤسسة صحية عمومية، حيث كان المرضى يتنقلون في الغالب إلى الولايات المجاورة لإجراء هذه الفحوصات.